واش الجراد، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. وبرش عليكم غدو اليوم على الماتش ديال الرجاء في العصبة. مرحبا بكاع الجراد، اي واحد كيتفرج دابا ورك ودير اخويا فاليدي لهاديك ابوني. مرحبا بكم كاملين، اليوم غدو على الماتش ديال الرجاء والعصبة ضد الفرقة اللي سميتها ويبي ميزيكي. غنهضرو على الماتش بحال دابا غنشوفو هاد المحاولة العزيزي كيطرطا يعطيها شو طاكل للوردي. تبارك الله اللهم بارك الوردي. شوف واحد ديمارات غيديرو الوردي عاوتاني. شو يا سلام، الوردي مطلع الفورمة، غيمشي هايب بولا بالحليب. حنا غنشوفو هاد بالحليب اش غيدي، زيد بالحليب ها زيد فانتا زيد لقيتها زوينة. باش ولا اخويا الفانت مكاينش. غنشوفو دابا كورة عند ميش ولا، رجع الهدهودي، الهدهودي غيعطيها الزنيتي فهمتيني، الزنيتي شو ميليو. غنشوفو الوردي فهمتي، خص شي واحد ياخد البالون. الزنيتي باقي كيقلب، هو باس في الانترفال مزيان، زيد بالحليب بغا يدخلها ميش ولي، ميش ولي زيد مايسترو عطينا شي باس زوين. في لادرواق زيد زريدة، تخشي تخيلها زريدة زيد سونتراج زيد. واش ود رحيم حسين اش كيضيع وحوسي. هنا كيف ما تشوفوا غنشوفوا اللقطه ديال البيت، جات عند ميش ولي عطا باس زوين لحسين الرحيمي. حسين بغا يدير لها روتريت ماركا، كيف ما تشوفوا كيفاش قطعها ميش ولي بالحليب، ضرب الميش ولي باش ولي اسيس والاخر ما فهمش. المهم بيش وصافي، تحيه لحسين الرحيمي. هادشي اللي نقدروا نقولوا، هذا المهم عطانا بيش، واخا انا ما كيعجبنيش من صبروا عليه راه باقي صغير. ولا عزيزه كومو جادو خويا حسين الرحيمي، واخا انا بقيت مولف على سفيان. هنايا المدرب مقود عليه، ما فهمتش ديما قميص زرقاء والشابي ضرب حطيده الدراجه خويا. هنا غنشوفو كرة عند الفرقة ديال ليبيريا، هاد العزيزي باين حريفي في السيس. لا 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 سير اخويا شكون عاوتاني وقال مذكور، هذا على ما اظن مذكور، زيد مذكور شي ابراهيم. شو الوردي اش دار؟ والوردي الله يهديك السي الوردي الله يهديك، تريد على الفراب تشود بالحالي برا ما عندكمش فراب اصاحبي. هنا كيف ما كنشوفو كرة عند بالحليب عاوتاني، شي تخيله بالحليب زيد دخله زوينه زيد على لي ميش ولي، ميش ولي الفرح فرح ميش ولي بالحليب بيت. فوالا بالحليب تي يلعب شي الكره، كره زوينه عجباتني كيفاش بدات. فوالا فرح حتى هو ما عطلاش، دري باقي صغير كيفاش خشى باس بالحليب. بعد مرات كتعجبنا السي بالحليب بهاد اللعيبات هادو. فوالا تا هي الكول لي بيني، تا هي الميش ولي اللي جاو معطاش البالون. هنايا غنعاودو اللقطة ديال البيت، لعبات بالحليب دخل دخلة زوينة مزيانة، طا الميش ولي، الميش ولي عطا الفرح، فراغ عطا الروتريل بالحليب، بالحليب غي بلاصتها. فوالا وهادشي اللي كان في الماتش، وتا هي راه جاوية. الماتش كيف ما شفتو أول حاجة دوي عليها بلادنا تيران ديال مراكش، قالك بنادم العشب وهادي 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 وهادي. نشرح لكم علاش العجب كان بحال هكا، حيت دابا ديك الفرقة أصلا هي مدخلة، فهمتيني هي مدخلة هنا في بلادنا، يعني فهمت يعني الأهلي ديالو. المغاربة فكروا، تيرانا شاتنا مزيانين، اسمعوا لي تيرانا مزيانين، عندنا العشب كاليتي، عندنا بزاف ديال الحوايج. قالوا أجي تيرانا مزيان كازو، قالوا أجي نبدلوا لي شوية الكولور نبينوه بحال لافريك، فهمتي باش يحسوا ديك الفرقة بأنهم مدخلين في تيرانا. بان لهم معانك جوال مزيان في الحكايه، وكاين بان شويه معانك شعانك شنو باش يحسوا انهم راه مدخلين ملاكري تما ما يعيقوش، فهمتي يقول لك هذا راه واحد جمال الهزا وما جبتي لنا شي مزيانين. كاين لك التشطيار على طرف خوتنا فهمتي، ولا اللي خسر بواحد مجزره تحكيميه، حتى هي المعلقين المايقيه للمغرب هادشي اللي كاين. شو الزيرو روشو كيف كازا ان شاء الله السيمانه الجايه، ولا هاد السيمانه هادي اللي حنا فيها الى بغى الله وغادي نلعبو ان شاء الله. مشاو المجموعات وشي ناس غيمشيو للكاف، نشوفو واش غيمشيو يجيبو الكاف ولا لا. هادشي اللي كاين، الفرقه اللي لعبو ضدهم راه واقفه ما علينا، مسالي
الحوت البرغوش غندوزو هنايا الراجا. الراجا كيف ما شفتو جوج زيرو ماتش كاش بلا جموع تيران دينا الاجواء ديال لابري معلق ما كاينش ناشف هادشي اللي كاين. دابا شنو هو البلان غندوه على الفرقه؟ الفرقه ما كايناش، انا ما عجبتنيش الراجا، الراجا ناشفه كاشفه من الاخر. ماشي هي الفرقه اللي باغيين هنا، ماشي هي الفرقه اللي لعبوا بها السوبر، ماشي هي الفرقه اللي غادي يمشيو بها بعيد في الشامبيونز ليغ. فرقه ساليه بيتا سلام ابو زيد، الا ما كونفوكيش اللعابه نديرولهمش في اللاعب هذا لافريك يعني مشاكل اخويا الراجاوي فهمتيني ولا لا؟ يعني المجموعات على غادي يمكن يتفاليدا ودوك اللعابه حداد او سيلا او كوياتي او هين سنهينو او زيدو زيدو بحال كنقول لك داكشي لعابه كبار. شوف جابوا لنا الهنشلة خلونا اللعابه دوك كتابه وجابوا لنا اللعابه دوك الداخله مهنشلة عليا والله يهديكم ديروا معنا شي تاويل. قال الفلوس تيجيو من هنا دخلت الملاير فهمتوني ولا لا؟ وباقيين ما فهمتش يجيو لينا الكرار دخل جوا ملاير وكاع جو لعابه اللي فلاح اللي خصنا نجيبو بهم العصبه وبقى رحيمي ومالونغو وزيدو عليهم لعاب اخرين غنجيبو العصبه. شتو لافريك نسرخوه خصنا شنو؟ خصنا نزيدو عليهم واحد اللعاب اخرين شي ليزاريان يكون ملاح شي لاكس دوبي يكون حدا 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 العهد هودي ميليو هنا مزيان سيسا كي العجو زيد عليه الوردي تبارك الله غادي بلونيفو حافيدي صافي وشي ايليات زيد واحد من اللي حدا رحيمي سفيان كدويش على حسين. حسين ما كيعجبنيش علاش اخويا حسين اسمع لي اخت ماركة ما طاشر بي كبغي نشوف كواري انا كبغي نشوف واحد كيتصالح غنجيبو اي لعاب راه الراجل السيد جو ديالو غيمارك خصو يعرف كيفاش يدي بلاص ما يجيو لي خويا شونجمو بالعالي كيهبل علينا. شوف فرقة أخرى مارونغو بالراس وتجيب العصبة وكيلاد الناس خرجوا عليه. فهمتينا خويا الرئيس الرياضي أنك إلا وليتي رئيس أنك غدير انتدابات قوية بطبيعة الحال. علاش غادي دير انتدابات قوية؟ لأن النوعية ديال الفريق اللي أنت كتقودو يحتم عليك ذلك. هذا إلا الرجاء، الرجاء ماشي غادي نجي أنا رئيس وغادي نجي نقول لهم لا غنعتمد على ولاد الفرقة بوحدهم، ولاد الفرقة يهزوها كما تنقول. هذه حقيقة كاينة ولكن راه باش يمكن لي أنا يكون عندي تطلعات. وإلا لقيت الأزمة يلاه دخلت سي لا أنا قلت لك الأزمة أنا عندي الحل ديالها في الحين ماشي بوحدي ماشي بوحدي. قلت لك حنا الازمه تماما حنا كنهضروها على اساس حاجه انت والفريق ديالك. انا ماشي غادي نقول لك انا غنبان مزايد عليك نقول لك انا عندي عصا سحريه غنجي الرجاء غتبدل امبوسيبل. انا غنجي غادي نجي عندي برنامج، هذاك البرنامج الضمانه ديالو اللي فيه هو هذا البرنامج هو بمثابه ميثاق شرف مع هذوك المنخرطين اللي غادي تعطيهم ذاك البرنامج وغيصوتوا عليك، بمعنى انك راك انت غتبقى ملزم باش تطبق هذاك البرنامج باش تطبق ديك الارقام اللي عطيتيها في ديك البرنامج كحقيقه. بمعنى ان ملي غادي تهضر لي على الانتدابات راه هذه مساله قاره ومساله حقيقيه ومساله واقعيه خصني نفذها. علاش؟ لانني انا تنلعب على مجموعه الواجهات. واش انا غنعتمد على ولاد الفرقه بوحدهم؟ ولاد الفرقه غادي نعتمد عليهم باش نطعم بهم ليكيب باش نطعم بهم فرقه وثاني نطعم بهم فرقه ونقدر يكونوا حتى انفستيسمون بالنسبه لي انا بالنسبه للفرقه. يلعب في الفريق العام الاول العام الثاني غادي يبان غيتشرى غادي يمشي غادي يستافد منه الفرقه. هذه هذا هو التسيير المعقلان تماما. هذا هو اللي باغي يولي رئيس ديال الرجاء. قال لك شنو هو مرشح قال لك الازمه جاي داخل وباقي لك كيفاش ازمه اخويا انت جاي ديجا ما عندنا ازمه ليش داخل سيلفي كيفاش عندنا ازمه اخويا الرجاء راه واجده خصها الناس اللي دعموه دابا الرجاء مزيانه خصها الناس اللي دعموه باقي كيقول لنا الأزمة راه خرجوا معاه في التلفازة هادشي اللي كاين بيت الأول ماركة حسين الرحيمي باي أجدار لها مونت ماركات بيت الثاني ماركة بالحليب الحليب واخا كيعصب لأن بادي مزيان ديبي غادي مزيان ملي بدا هو كيماركي المهم ولكن مبغاش يكون فيه كاس وديسيبليني ما مفهمتش خصو فينيسيو خصو يكون معنا راجل تخزاز ولكن الله يهدي حيت حنا اللي مكاينش لعابة مكاينش دوبلوراش باش بحال هادو يدخلو سوق راسهم
هادشي اللي كاين حيت هاد الهضره ديال لي باس كاين المشاكل اللعبه كيتناولوا حنا كنعرفوا النتيجه النتائج بحال الماتش اللي فاش خسرنا البركان دوك يصرحوا في بنادم هكا راه يصيفط المدرب يجيب واحد تيقني هضره خاويه راجع ما خصهاش تخسر لا دو شي مشاكل يمشي في بحال المدرب يتحيد ويتحيد هذا يتحيد شي راجع تخسر بها باش دير عذر انا كتحيد واحد صاحبي راجع تبقى غادا كتربح وهذه وهذه ولا هادو شي مشاكل يصيروا فاليو هادشي اللي كاين تحيه رجاويه ونهاركم برو والانستغرام بغا يدوز معايا مرحبا تلاقاو في ماتش اخر.